الاستعداد اللي كانوا فيه الاخوان عليه في الدول الاخرى كنا نشوفوا اللي هذا كنا نقولوا ما هيش الاجراء كنا نقولوا كيف لماذا يصرف بوجود رجال ويصرف على المشاكل ماذا لو بدون رجال سنكون الامور اكثر واكبر من الشيء اللي سنعمله ولكن لما نجمع شفنا الشرح لهذه الاجراءات وجدنا انه استراتيجيه حاكمه قامت بها يعني كل لم ينسحب مع هذا الموضوع استراتيجيه حاكمه قامت بها بطريقه الامور كيف ذلك من خلال المفهوم التالي انه مديريه الامن وضعت الاجراء لتحميل كل واحد مسؤولياته ماشي كاع يعني مثلا اولا المناصب المناصب حنا قيادنا وكعائلنا وقيمتنا عندنا إن شاء الله نفس الموضوع عندنا اليوم في
الموضوع تاع يعني لقاء الأسيسي توعوي الأسيسي للأنصار حول تشجيع الحضارة للأنفل تحت شعار الرياضة تشجيع المنافسة احترام. هذا اللقاء لم يوفقه ذلك يعني مؤسسة الديوان الشباب والرياضة بالرغم من مجموعة الأنصار يعني راح يتلقوا نعمة مجموعة الأنصار بيوت الزيارة في أمور الحياة. هذا من أجل مناقشة حول المناصرة التشجيعية للحضارة والأنفل. هذه هي الأخيرة. شكرا لكم وإن شاء الله.